متابعينا الكرام تواصلنا يستمر وتحدياتنا تتواصل شوطا تلو الاخر. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات هذه الاسماء من الزمول المحليات الاصايل المشاهدين الاعزاء، ويعتبر هذا الشوط الاول بالنسبه للمحليات الاصايل لهذه الاسماء والشعارات الحاضره بكل قوه وكل اثاره هنا من خلال هذه المنافسات التي تدور رحاها مع هذه الأسماء وإسبوع الكبار. 8 كيلومترات هي مسافتنا ضمن إشارة الديوان الثامنة. نبدأ مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول، لياتي مشرف سالم بسهيل بصالح العامري، بينما ثاني الأسماء يتواصل في هذه اللحظات مع مشاقب خليفة بن محمد بن سالم الدرعي، بينما ثالث الأسماء هناك التواصل في هذه اللحظات من هملول محمد بن سلم الجزول العامري، بينما رابع الأسماء هنا التواصل من شاهين لهادف بن حمد بن محمد العفاري يتواصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس ياتي هنا أبهر وضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي يقدم لنا أبهر في هذا المسار، بينما هنا التواصل والقدوم في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء ياتي هنا نمر وعبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري مقدما لنا نمر في هذا المسار، بينما هناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات ياتي هنا الشامخ لمحمد بن راشد بن حضيرم الاقتبي من خلال تواصل هذا الشعار على سادس الاسماء، بينما المركز السابع هناك الوصول من الشامخ وسهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع على سابع الأسماء. ناخذ المركز الثامن والقدوم في هذه اللحظات من هملول سعيد بن الدحبة بن غزول العامري ياتي على ثامن الأسماء. ناخذ المركز التاسع في هذه اللحظات والقادمون في هذا المسار مع تاسع الأسماء هنا ياتي في هذه اللحظات، يقدم لنا أيضا تاسع الأسماء هنا مشقي لمبارك بن ناصر بن يعان الشامسي، بينما هناك الدخول من شاهين لعبيد بن زويد بن برغش الجحافي يتواصل في هذه اللحظات مقدما لنا أيضا شاهين في هذا المسار على عاشر الأسماء. هذه نتيجتنا متابعينا الكرام لهذه الأسماء، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط. شعبه بحكمه فخور، ابو خالد اللي له يشار، لا من حضر كف ولا حضور، الهجره عند ما تجار، لا يلحق الموروث يجار، اشراف من نقوه حرار، اكرام وسع الصدور، منصور لي في الامر ثار، يحل عسره الامور، لا من عزم بالامر صار، كفو على سلطان نعم المستشار، شيخ وله في الركض دور، يا من وفي الامر اختيار، وموفق في كل شور، عماوي الوثبى عمار، يا من تلقى في الجنة حور، عماوي الوثبى عمار، يا من تلقى في الجنة حور.
تلقى في الجنة حور نصر هجن من كل دار فالعصر مهل الركض دار كل عام ينزح الستار سيرت طوال العمار دعم صخي لا يصور أشواطها تقدع شرار تضيلها ناجر إذا عودتنا متابعينا الكرام إلى دائرة المنافسة ودائرة التحدي هنا متابعينا الأعزاء عودة إلى الصدارة هنا من يتقدم في هذه اللحظات هملول محمد بن سلم القزول العامري بينما هناك التواصل في هذه اللحظات من شعار محمد بن راشد بن حويرم الاقتبي يقدم لنا الشامخ في هذا المسار بينما هناك التواصل والقدوم متابعينا الكرام ويأتي هناك مشاهد الأعزاء أبهر وضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي من خلال هذا الانطلاق بينما هنا رابع الأسماء يتواصل في هذه اللحظات شاهين هادو بن حمد بن محمد العفاري بينما هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات على خامس الأسماء يتواصل مشرف سالم بسهيل بصالح العامري بينما سادس الأسماء يتقدم نمر لعبد الله بن محمد بسهيل بن هدفه العامري يتواصل مع نمر على أيضا خامس الأسماء بينما أو هناك متابعين الكرام يتواصل نعم بالفعل على خامس الأسماء سادس الأسماء ياتي شعار بن قزول هناك مشهد العزاء سعيد بن الدحبة قزول عامري مقدما هملول بينما سابع الأسماء يتواصل في هذه اللحظات الشامخ وسهيل بن قشاط بن سعيد مفتاح الشامسي يتواصل في هذه اللحظات على سابع الأسماء بينما ثامن الأسماء هنا القدوم هنا التواصل هنا الإثارة والتحدي هنا متابعين الكرام ياتي مشاغب لخليفة بن محمد بن سالم الدرعي بينما هناك الوصول القدوم على تاسع الأسماء المركز التاسع هنا مشقي المبارك بن ناصر بن يعان الشامسي بينما عاشر الأسماء هنا يتواصل في هذه اللحظات شعار أيضا عبيد بن زويد بن برغش الجحافي مقدما لنا شاهين في هذا التحدي وهذه المنافسة عودة إذا متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط أشواطها تقدح شرار تغني لها نادر ذيور تأخذ من أوصاف النهار ومن الضبا سرعة روحت والشوط نار الطير مع سرق الطيور حطت لك عدان وبكار مكان مطول الشهور إذا متابعي الكرام عودة بعدما أكملنا نداؤنا للعشرة الأسماء الأولى للمرة الثانية بينما هناك أيضا نتقدم هنا على الصدارة الأولى لنعود أيضا إلى دائرة المنافسة ومن يتقدم على الصدارة الأولى في هذا المسار مع هملول هناك سعيد بن الدحبة بن قزول العامري يتواصل مع هملول يقدم لنا هملول على الصدارة الأولى بينما المركز الثاني هنا التواصل من مشرف وسالم بسهيل بن صالح العامري يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء بينما ثالث الأسماء يتواصل في هذه اللحظات هناك أيضا من الزاوية الصعبة ياتي نمر عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري وهنا الوصول هنا القدوم من الشامخ لمحمد بن راشد بن حضيرم الاقتبي وهناك بن قشاط بدأ يتسلل في هذه اللحظات يقدم لنا الشامخ سهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي بينما هنا التواصل والقدوم من شاهد لهادو بن حمد بن محمد العفاري بينما هناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات والمتواصلة بهذا الأدايات أبهر ليتقدم هناك ضعيف بن سيف بن ميدان الشامسي يتقدم هناك تبادل سريع ما بين الشعارات والأسماء فإن دل هذا على شيء يدل على قوة المشاركة وقوة أيضا هذه الأسماء الحاضرة المنطلقة في هذا المسار هناك الأسماء القادمة أيضا هملو محمد بن سلم القزول عامري
وهنا أيضا شعار الدرعي مع مشاغب خليفة بن محمد بن سالم الدرعي. وننتظر هناك القادم في هذه اللحظات والمو أيضا الحاضر في هذا المسار. هنا شعار بن يوعان يقدم لنا مشقي مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي. هذه نتيجتنا، عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى مشاهدينا الأعزاء. شعبه بحكمه فخور، ابو خالد اللي له اشار، لا من حضرك فوى الحضور. إذن عودة متابعين الكرام، وهنا أيضا الصدارة، ياتي مشرف سالم بن سهيل بن صالح العامري مقدما لنا مشرف في هذا المسار، بينما هناك الدخول من هملول سعيد بن دحبق زول العامري، وهنا أيضا الوصول من أبهر للضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي يتواصل في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء هناك الشامخ لمحمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي، وهناك أيضا يتواصل مشاهد العزاء أيضا بن قشاط يقدم لنا أيضا الشامخ، وسهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي، بينما هنا الانضمام في هذه اللحظة التواصل من هملول محمد بن سلم بن قزول العامري، وهناك شعار بن هدفة ياتي مع نمر في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة. عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري، بينما هناك القدوم في هذه اللحظات من مشرف وياتي سهيل او سالم بن سهيل بن صالح العامري، بينما هناك الاسماء القادمة والهاجمة في هذا المسار مع مشاغب خليفة بن محمد بن سالم الدرعي، وهناك ايضا القدوم والتواصل من شايل هادو بن حمد بن محمد العفاري، عودة الى الصدارة، عودة متابعين الكرام الى مقدمة هذا الشوط، والاسماء هنا اي متابعي الاعزاء تتقارب فيما بينها وايضا تتنافس وتتبادل تبادل سريع. عوده الى الكيلو المتر الاخير مع هذه الزمول، مع ايضا بنوك الانتاج، بنوك الانتاج وفحول المستقبل هنا، وتقدم هذه العروض، تقدم هذه العروض وهذه التحديات. هناك الصداره مشاهد الاعزاء ياتي في هذه اللحظات يتقدم مع المركز الاول والقياده الاولى، أبهر 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 ياتي بهذا الإبهار، ياتي بهذا الانطلاق ضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي، بينما هنا القدوم والتواصل من هملول سعيد بن الدحبة بن قزول العامري، بينما هناك التواصل في هذه اللحظة والقدوم من الشامخ محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي، بينما هنا التواصل والقدوم مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام من هملول أو هنا مشاغب خليفة بن محمد بن سالم الدرعي هنا قادم في هذه اللحظات، وهناك الشامسي قادم بقشاط بشعاره، ولكن تحديات. هناك متابعي الأعزاء ما بين شعار بن قزول وما بين شعار الشامسي، هناك بن دميثان يتقدم في هذه اللحظات، وبن قزول ثنائي رائع، ثنائي رائع، خط النهاية هناك يرحب بالقادمون، يرحب بالقادمون، وأيضا هذه الانطلاقة وهذا التحدي ما شاء الله. هملول هملول وأبهر، أبهر وهملول. هنا متابعين الأعزاء اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، أبهر وهملول، هملول أبهر، أبهر هملول، هملول هملول، وأيضا الدخول الجماعي مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام. نترك للجنة تختص دائما بمثل هذه المواقف، ناخذ المركز الثالث، هناك القدوم من الشامخ محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي. اذا متابعينا الكرام دخولا جماعي ايضا هنا متابعي الاعزاء ما بين ابهر وما بين هملول، ما بين شعار ضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي وما بين شعار ايضا سعيد بن الدحبه بن قزول العامري. ناخذ التوقيت الزمني، هناك ايضا 13 دقيقة 50 ثانية 93 جزءا من الثانية، اذا الدخول